النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير بعد ما أمه توفت، طبعا اللي تولى تربيته أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب طبعا كان عنده أولاد كتير جدا صغيرين في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا كل الأولاد بيناموا مع بعض، وكان الأولاد لما بيناموا أول ما بيصحوا بيبقى طبعا باين أثر النوم عليهم، شعرهم منعكس شوية، مش عارف إيه الكلام ده كله. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ حاجة من ساعة ما جه لي محمد ابن أخوه صلى الله عليه وسلم، لاحظ ان كل الاطفال بيقوموا من النوم وشعرهم عليه دهن، يعني عليه زيت ومتسرح. فاكتشف فيما بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم هو طفل صغير كان بيقوم من النوم قبل الاطفال كلهم ويسرح لهم شعرهم وهم نايمين وعليه زيت كمان، يعني مش عارف ده يتوصف بايه. مش بس كده، النبي برضو لما كان عند عمه ابو طالب، طبعا كان الاطفال كتير، كان حوالي 10 اطفال، كان الاطفال لما بيقعدوا على مائدة الطعام بيفضلوا يخطفوا الاطفال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيخطف الأكل، النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد اللي كان لما بيغيب عن وقت الأكل أو عن مائدة الطعام أبو طالب كان بيحوش الأكل بتاعه وبيعنهوله. أعجب حاجة ممكن تسمعها إن أبو طالب كان بيقول لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيبقى موجود معاهم على الطعام الأكل كان بيكفي الكل، والمرة اللي ما بيبقاش موجود فيهم على مائدة الطعام كان الكل بيقوم جعان والأكل ما بيكفيهمش. علشان كده أبو طالب لما ما كانش بيلاقي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على مائدة الطعام كان يقول لأولاده انتظروا حتى يأتي أخوكم محمد صلى الله عليه وسلم. كانت حياته صلى الله عليه وسلم منذ الصغر مليئة بالبركات والرحمات والفتوحات من الله سبحانه وتعالى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، صلى عليك الله ما بدر سرى، يا خاتم الرسل الكرام محمدا، بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة من على وجه السرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير، صلى الله عليه وسلم.